ايمن حسني واخوة الاعزاء حاج عبد العزيز عبد الوهاب، حاج عاطف عبد الوهاب، حاج مختار عبد الوهاب، وعموم الاسر والعائلات المرتبطة بصلتهم جميعا. اسأل ربي ان يجعلهم خير خلف لخير سلف. ليلة عريقة لابد ان يتحدث عنها تاريخ محافظة القليوبية في وجود نجمين وقطبين من اقطاب الاذاعات المصرية، العلم الكبير والاذاعي الشهير الدكتور عبد الناصر حرك، العلم الكبير والاذاعي الشهير الشيخ محمد محروس طلبة، تنقل لحضراتكم مع المهندس المصطحب لكبار قراء مصر على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية، لعميد الصوتيات الإذاعية حاج محمد الخوري وأولاده بالعوجزة مركز هيئة بالشرقية، ومن داخل هذا القصر المشيد ولؤلؤة السرادقات حاج حسام عبد العزيز بكفر شكر، وعموم السادة مشارك العزاء شاكر لحضراتكم حسن عزائكم في هذا اللقاء. البداية مع القرآن الكريم مع الفن الراقي والأداء المميز. والعلم الملقب بملك المقامات والذي يجذب القلوب لسماع صوته لما في صوته من جمال وقراءته إتقان وبراعة أداء، تربع على قبة سماء قراء مصر، فهو ليس قارئا فحسب بل هو أحد علماء وزارة الأوقاف، جمع بين طيات علوم الدنيا والآخرة. فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، يتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين ارحمنا يا رب. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا شيخ مصطفى فيه ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. ولقد جئتمونا
فرادا كما خلقناكم أول مرة. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. كما خلقناكم
لكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. إن الله فالق الحب والنوى. فالق الحب والنوى. الله اكبر، صلى على سيدنا النبي. الله ينور كلام ربنا. يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. ذلكم الله. ذلكم الله فأنى تؤفكون. يا حبيبي كده تعليق حاج عبد الناصر. الله نعم نعم. الله عبد النور. الله
ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. فالق الإصباح فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والقمر حسبانا.
ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون فصلنا الآيات لقوم يفقهون نعم يا سيدنا نعم يا رب يا رب قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنشأكم أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون نعم
وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا وهو عليك يا رب يا رب.
فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه والزيتون والرمان والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابين وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه
سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم وهو بكل شيء عليم. بديع السماوات والأرض أن كل شيء عليم. وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم
وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد تكن له صاحبة. وخلق كل شيء وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. خالق كل شيء فاعبدوه. خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل لا تدركه الأبصار. وهو يدرك الأبصار
لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه وكذلك نصرف الآيات
وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا. وما أنت عليهم بوكيل. صدق الله العظيم. صدق الدين يا باشا مصحف شرف بلسم. سئل الصديق أبا بكر يا خليفة رسول الله كيف عرفت ربك؟ قال عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. فقيل له يا خليفة رسول الله هل رأيت ربك؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه إذا كانت العيون لا تراه بمشاهدة العيان فإن القلوب تراه بحقيقة الإيمان. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالقياس ولا يشبه بالناس. آياته العلامات ومنعوت بالآيات ذلكم الله رب الأرض والسماوات. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون من سورة الأنعام، وهي السورة الوحيدة التي نزلت على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم جملة واحدة ومعها 70,000 ملك يزفونها لارتباط معانيها بعضها ببعض. كانت بصوت العلم والعالم الجليل وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وملك المقامات بقراء جمهورية مصر العربية. تكريم الراحل الكريم مربي الفاضل الحاج حسني عبد الوهاب نور الدين عميد عائلات عبد الوهاب نور الدين بمركز كفر شكر بالقليوبية
أسأل ربي أن يجعل هذا القرآن نورا يتقاطر عليه في قبره. تقدم لحضراتكم عموم مشارك العزاء، القيادات الشعبية والسياسية والدينية والتنفيذية وكل عمد ومشايخ قرى وضواحي محافظة القليوبية، أشكركم باسم الحاج محمد حسني والحاج رضا حسني والحاج أيمن حسني، الحاج عبد العزيز عبد الوهاب، الحاج عاطف عبد الوهاب، الحاج مختار عبد الوهاب. تقدم باسمهم جميعا لعموم مشارك العزاء خالص الشكر والتقدير لعميد الصوتيات الإذاعية بجمهورية مصر العربية الحاج محمد الخولي وأولاده بالعويزة مركزية بالشرقية، لؤلؤة السرادقات وهذا القصر المشيد وكبرى مخازن الفراش الكبرى الإنارة الحاج حسام عبد العزيز بكف شكر، قصور واجبات الضيافة والخدمات الفندقية الراقية المتر محمد أبو المجد والزمرونية مركز كفر شكر، هندسة الهواء والتصوير والإخراج التلفزيوني المهندس أحمد الجعبري بمركز ميت غمر بالاشتراك مع المهندس عبد الله الأشقم بمركز أبو حماد. أيها الإخوة المؤمنون، ليلة مباركة تجمع الأحباب من كل مكان.